هؤلاء ليسوا دعاة، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محمد هداية، شحرور، عدنان إبراهيم، عمرو خالد، طلع لي على دجاج الوطنية يرتقي بك إلى يا عم أنت إيه؟ الله خذ لك فرختين بقى وادخل صلي يا أخويا. حذرتكم من عمرو خالد في هذا المكان قبل سنة، قبل سنين، ولم حذرتكمش منه؟ وكان بعض الناس يزعل كده وتطير له قرون ويحسب ان انا بيني وبينه مشكله، لا وانا لا اعرفه ولم التقيه ولا اريد ان التقيه. كنا ننقد الرجل نقدا علميا لما ياتينا سؤال مثل اللي تفضلت انت الان بذكري هنا، وانا لست من عادتي اتكلم في ناس انتم تعرفون هذا الكلام، انا ماني فاضي اتكلم في احد، لكن ان جاء السؤال انما هجيرنا كسلفنا يحيى بن معين ما تقول في فلان ما تقول في فلان، لكن عشان اقعد انا طول الوقت قاعد جرح وتعديل في الناس لا والله هذا ليس منهجي، وانتم تعرفون الكلام جزاكم الله خير. لكن حذرنا من هؤلاء فيفضحهم الله عز وجل في ذلك، ثم يخرج بعد ذلك ويعتذر بس اصلا انا تكلمت عن دجاج الوطنيه عشان هو هذا كله مشروع خيري. طب انت ما اخذت فلوس على الاعلان؟ طب انت ما تبرحتش ليه بالاعلان؟ نعم الوطنيه نعرفه ونعرف الراجح قائم عليه الله يوفقه ويسدده كلها لله عز وجل، لكن انت ما طلعتش ليش؟ ما خرجتش انت لله. فلا تستخدم الدين في اعلان رخيص مثل هذا، عرفت؟ ولذلك قال ابن سيرين عند الترمذي في الشمائل في آخر أثر رواه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الزهري كما في مقدمة مسلم إني رأيت أناسا في المدينة لو دعا الواحد منهم يستسقي الله لنزل الغمام بإذن الله غيثا، ولكنه لا يصلح أن أخذ منه حديثا واحدا. فهذول انتم ضيعين نفسكم، انتم قاعدين لي مع هذه القنوات لا اريد ان اذكرها لانها تنقض الايمان قبل ان تنقض الوضوء، وتقول لي دول علماء، لا مش علماء، هؤلاء العلماء بن باز بن عثيمين الالباني بن جبرين الراجح الفوزان الغديان الغنيمان، هؤلاء هم العلماء اللي تاخذ عنهم وانا اخوك جزاك الله خير. ولا دعاء، هذول دعاء على دعاء على ابواب جهنم. مش ان احنا مره معنا حديث حذيفه ولا ما سمعناهوش؟ ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مثلا صراطا إيش مستقيما، وعلى جانب الصراط سوران، وعلى السوران أبواب، وعلى الأبواب ستور، ومن ولجه دخل. هادهم دعاة على أبواب إيش؟ أبواب جهنم. أنت قاعد لي فيها دول اللي شيخوا، اللي شيخوا الكاميرا جزاك الله خير، وأنت قاعد أمامه وتعب من ورائه من هذه الشبه، فتعرض عليك عودا 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 حتى يصبح القلب أسود كالكوز مجخيا مربادا، لا ينكر منكر ولا يعرف معروف إلا مشرب من هواه، زي اللي حكيت عنه بيحشش في نهار رمضان. من فين دخل الحشيش في نهار رمضان؟ من شدة الشهوات اللي هو جالس إيش يسمع فيها. والله عز وجل يقول إيش؟ ماذا يقول؟ واركعوا مع الراكعين. وربنا عز وجل يقول إيش؟ له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأرجع وأقول أيها الكرام الفضلاء، لا تأخذن العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، ولا ترجع أي واحد لقيته طالع في هذه القنوات جالس مع حرمة تعرف أنه لا يجوز أن يؤخذ منه شيء، لأنه لو كان في خير ما جلس مع امرأة في كامل فول ميك اب معاها ويدعي أنه شيخ أو أنه داعية. وضحت يا حبابي؟ لو هو يحمل ولو عظم أهل العلم علمهم لعظم، فيعظم المكان ويجله عن هذا ليش؟ عن هذا المجلس. ثم بعد ذلك يحدث الإيه؟ فلا يخضعن بالقول، تلقى الميانة بينه وبينها في الكلام وفي الحوار، ويتنزلون لأشياء ما يتنزل بها حتى الرجل مع امرأته في غرفة نومه وعلى الملأ وموجودة مقاطع في مثل هذا، نعوذ بالله منها ومن أصحابها. فكما قلت لكم كان الرجل يسأل ممن يؤخذ العلم فيقول من فلان، كما ذكرت لكم في الأسماء الماضية. أما كل هدول لا يؤخذ منهم ولا مقدار أنملة. وصححوا المفاهيم وصححوا الألقاب وصححوا الكلام، هؤلاء هم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم ألقوا بها خلاص رموا فيها، ومن لم يطعهم نجا. حديث مين هذا؟ حديث أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.